الحمد لله رب العالمين، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وعليه يتوكل المتوكل، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الحبيب. اللهم ارزقنا حبه وأخذ فينا أسراره وأنواره وقربنا منه، فإنك أنت القريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. شكري الكبير لجمعية الصداقة، والصداقة هي البون، القناطر إلى الآخرين. وهذا الجهد أيها الأحباب، وهذه التسريفات وهذه الجوائز هي بفضل الله عز وجل من خلال بناء صداقات مع أساتذتنا وطلبتنا وإخواننا والعالم، سواء داخل المملكة الشريفة أو داخل المغرب العربي، إفريقيا، أوروبا وآسيا بما فيها الشرق الأوسط. وهذا من فضل الله عز وجل. الإنسان يبدأ صغيرا، ومن دخل إلى موقع المجلة، مجلة علوم المواد والبيئة، لأنني أرأس مجلة عالمية، المغرب الحمد لله بأربعين مليون ديالو، ليس له إلا مجلتين اثنتين مصنفة على الصعيد العالمي. المجلة ديال واحد الأستاذ عبد المجيد بلفحل من جامعة الجديدة، ومجلة التي أرأسها هنا بجامعة وجدة. إذا رأيتم الرجل الأول اللي هو سيدنا ينحني ليقاء الجائزة العالمية، هذه الجائزة العالمية ملك البلاد ينحني تواضعا، وصدق الشاعر عندما قال: بل السنابل تنحني بتواضع والفارغات منهن شباب. هذا سيدك ينحني، فما بالك بغيره؟ لا شيء ويتكبر. ولهذا الإنسان خصو يتواضع، وهذا الشيء اللي وصلنا له بعد فضل الله عز وجل بتواضعنا مع الأساتذة أصحابنا والطلبة ديالنا، لأن الطلبة بحاجة إلى الرعاية، إلى المصاحبة، إلى الواحد جنك بواحد الشيء قليل كيفاش تثمنه وترجع منه مقالة علمية عالمية عندها قيمة. أيها الأحباب، شكرا لكم، شكرا للجمعية، جمعية الصداقة المغربية للتنمية البشرية. في الحقيقة نحن بحاجة إلى التنمية البشرية، وفي الحقيقة هذا الأدرع، هذا الدرع اللي كتخدموه لكل واحد، يبان لي بأنه الساعة ديالو متوقفة في 12، و 12 هي تقريبا هي الإماميني ولا ميدي، فهي بداية الطريق. نحن الآن خصنا نبداو الطريق في تنمية. لأننا ما تصوروش أيها الأحباب أن أبناءنا التلاميذ في الإعداديات والثانويات، عادات الجامعة بحاجة إلى رعاية، بحاجة إلى تلك المسحة. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمدح ماسح، النبي يمسح رأس اليتيم، يقول لك: أنا وكافي اليتيم كهاتين. النبي صلى الله عليه وسلم كهاتين، وكيمدح لي يقول لك: تنزل الرحمة عندما يمسح. راح ماشي مرات مع الأبناء ديالنا، ماشي مرات اللي يسمح لنا بكثرة ما ملهيين ما كنمسحوش، كيقول لا. فما بالك بالطلبة ديالنا؟ كاين اللي كيعقد الطلبة ديالو ما يمكنش، وحتى تعقده ما يمكنش ينتج. ولهذا شكرا جزيلا لجمعية الصداقة المغربية. هذه أيها الإخوان هي الجائزة العالمية، هذه الصورة ديالو فوق في أمريكا، استدعت لنا الجمعية الأمريكية الكيميائية 2010، وتما علمت ذيك أحد الأربعين النووية التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم:
فيما يروي عن ربه عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. لما شفت أمريكا قلت ما يمكن لهم إلا أن يحكموا في العدل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما صنع أمة ونحن في شهر مولد النبي صلى الله عليه وسلم يقول واحد حديث رائع خص كل واحد يقرأ بالقلب دياله بالنوران دياله، يقول لك تركتكم. ما معنى تركتكم؟ أي كان معنا صنع أمة كانت ملتصقة بالأصنام، دير غير الحاجة النيجاتيف السلبية، تقطع الأرحام، تفعل كذا وكذا، ولكن صنعها أصبحت أمة ربانية، كنتم خير أمة أخرجت للناس، مشات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الصحابة عشرة عشرة كل واحد أعطي عشرة ميت باش يحفظ الخندق، جات واحد الحجرة قاسحة والصحابة ما قدرش يحفروها يهرسوها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ضرب واحد حتى طارت واحد النور، قال لهم راني غادي نبشركم بالقصور ديال كسرى. ضرب الزوجة فشاع منها نور، قال لهم غادي نبشركم بالإيوان ديال الروم، بلاد الشام وحتى فيينا سيصلها الإسلام. وفي الثالثة قال كلمة رائعة، قال لهم سيبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. يعني أي حاجة، أي بقعة، أي يابسة يصلها الليل والنهار كتدور فيها السوايع ديال سبيربي إلا وسيصلها النور ديال الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما حضرنا في ذاك الفندق في أمريكا وجدنا هذوك الناس المكلفين بالجمعية ووجدنا واحد الورق دايرين فيها ثلاثة ديال العناوين ديال المساجد بالعناوين ديالهم بالموقع ديالهم بالمسافة التي تبعد ما بين الفندق والمسجد، ها مسجد إيمان، ها مسجد النور، ها مسجد بالهواتف ديالو، ودايرين لنا واحد الكارت فيزا مدتها سنة فيها 500 دولار، قال لك هذه باش تشتري من الهدايا والكتب لأنفسكم ولأهلكم. دليل العلم علاش انهم فعلا خصهم يحكموا في العالم. سي تيرميريزيا وحنا لن نملك العالم الا بالاخلاق ديالنا والايمان ديالنا. ولهذا سيبلغ هذا الامر، بل بلغ هذا في البرازيل، تجد مساجد، تجده في امريكا، تجده في كذا. واهل المغرب الله يجازيه بخير، واحد العالم من علماء الامه كيدور الامصار كاملهم قال لهم اذا كان الكرم عند العرب موثوق، قال لهم اشهد شهادة للحق، فإن نصف الكرم في بلاد المغرب ونصفه يتشتت على باقي الدول العربية. فنحن أهل الكرم. لهذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم حتى لا أطيل. وملاحظة جميلة أن هذا التكريم أهديه إلى روح والدي الحبيب. قال واحد كلمة رائعة، قال أما غادي نخلي الأبناء ديالي الفلوس غادي نخلي لهم العلم، وأنا واقف بين أيديكم. ما كنت أنتظر، ولكن هو لما ذهبت عنده هو على فراش الموت في باريس وريته هذا التصور اللي تصورتها مع الملك، سلم عليها قال واحد الكلمات أتركها في قلبي، ولكن هي رجاء في هذا الوطن بهذا العالم الفسيح. الله يرفعنا مكانا عليا. أهديه إلى والدتي الحبيبة، الله أطر الله في عمرها، وأهديه إلى زوجتي وعائلتي وأبنائي، وأهديه إلى الأحفاد ديالي عند حفيدتين رميساء وتسنيم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك إن شاء الله في أولادنا جميعا. فخص كل واحد يحس بأن الأبناء ديالنا الطلبة على اختلاف أعمارهم أبناء ديالنا. بارك الله في الجميع وشكرا والسلام عليكم. كاين شي اخبار من شي واحد مسؤول من المندوبيه ديال التعليم او الأمن.
احنا لاحظ بدايه معنا واحد ربما سمعت شي واحد الاخوان مسؤول في الدوليه التعليم ويقدم الى ما كانش كاين شي واحد مسؤول يفضل. واو هذا الاستاذ رشيد توزاني هو الذي كان معي. هو احد الطلبه ديالنا، هو اللي معنا هنا. هذا الوفد لان المؤتمر العالمي اللي كان يدار في امريكا كيدير سنويا وكيعرضوا كل عام واحد الهيئه من شمال افريقيا والشرق الاوسط. فاحنا كنا ثلاث مغاربه، عبد ربه والسي رشيد التوزاني وهذا الشاب من مدينه تطوان. الله يجزاك حفظك الله سي التوزاني التحيه والتكريم. أبدان العالم الكيميائي الخير حموتي خطر عائلة عائلة تفضل الزوجة ديالو كذلك أبناؤه صورة تذكارية مجموعة إن شاء الله حضركم الله. تقبل الله منكم.